إدارة الدكتور فؤاد معصوم قال لي الدكتور فؤاد معصوم قال لي الإدارة سمي خالف مو مشكلة بس يعني الشكل ما يصير يعني فؤاد معصوم ممكن هلا أنا صرت صندوق آلن عدد الذين صوتوا للقائمة رقم 1227 الأوراق البيضاء 30 وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وألف شكر على ثقتكم الغالية التي أثقلتم بها كواهلنا بعظم المسؤولية وجلال الأمانة التي تحملوننا أمام الله والشعب. مسؤولية أداء الواجب الوطني كهيئة رئاسة الجمهورية بكل إخلاص ونكران ذات مع العرفان بجميلكم وجميل شعبنا الذي انتخبكم بحرية تامة في أول انتخابات عامة تجري في عراقنا العزيز بحرية بعد التحرر إنسان هذا العصر والاستكمال الاستقلال الوطني والله احنا كلش فرحانين بالنسبة لهذا وبالنسبة لكل الشعب العراقي، يعني ماكو بين الفرق بين العربي وبين الكردي او بين كل الشعب، كل الآسوري وكل الشعب احنا فرحانين. والله يمثل لي اي واحد من الشعب العراقي ان كان كردي او سني او شيعي كلهم عراقيين وكلهم احنا نعتز بهم.